بس شكل المحفظة. المركب عاملة ازاي يا فندم؟ لا دي المراكب دي كلها على فكرة، ده كده المركب دي كويسة جدا كمان. دي كده كويس. المراكب كلها على فكرة معروف عنها ان هي مركب الرحلة لوحدها. يعني هي بتروح ما بترجعش. يعني ايه بتروح ما بترجعش؟ يعني مش هتكمل في الطريق وهتغرق. فهو السمسار بيبقى عارف ان دي المركب دي خلاص رحلة واحدة. يعني هم مطلعين المركب وهم عارفين انها مش هترجع. طبعا يا فندم. وبعدين هو ما فيش ملاح او ربان بيسوق المركب. ده منهم فيهم. ازاي يعني منهم فيها؟ ازاي؟ مثلا لو فرضنا سين من الناس هيسافر. سين من الناس ده متعلم. خلي بالك ان انا شفت السمسار بقى شاف ان سين دهوت او الشخص دهوت راجل متعلم او نبيه، انا هعلمك ازاي تسوق المركب دي. نظير انا بدل ما هاخد منك مبلغ كذا هاخد مبلغ اقل. او يطلع واحد من غير فلوس ومقابل كل اللي اخذ ده ويطلع اللي هو اللي هيسوق ده مثلا هيسوق. يعني منهم فيهم. انت بس كل اللي بتعمله البوصله بتحدد امشي خلاص. لا بيبقى عارف لو حصلت موجة عالية مش فارق معاه حاجة. هو بعدين هو واخد الفلوس اللي مكفية فلوس المركب. عارف ان نفسي يا استاذ وائل دلوقتي يكلمونا. يعني استاذنك الصورة يا استاذ عادل لو سمحت نشيلها بس. عايز اوجه نداء لاهلنا في المحافظات اللي فيها نسبة زيادة هجرة غير شرعية كتير. احنا عندنا اسيوط، اعتقد الفيوم مركز تقييم. ايه تاني يا فندم؟ الفيوم، المنوفية. ارجوكم كلمونا ارقام التليفونات هتبقى قدام حضراتكم على الشاشه. قولوا لنا الخبرات الشخصيه بتاعت ولادكم اللي سافروا، بتاعت اهلكم، مع ولا ضد الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ لان احنا ساعات بنقول كلام ممكن يكون احنا مش حاسين بيكم، يمكن احنا بنقول كلام وخلاص. فارجوكم كلمونا وناقشونا وارقام التليفونات تبقى قدامكم على الشاشه. خلي بالك من ضمن برضو الشغل اللي احنا بنشتغله في مكون التوعيه، احنا بنعرفهم ازاي. كتير قوي من الشباب وحضرتك قلتها في الاول خالص ممكن يبقى عايز يسافر، يقدم طلب للسفر يترفض، يبقى ده ذريعه ان انا ايه خلاص هسافر بطريقه شرعيه. لما تيجي تتكلم معاه يقول لك طب ما انا عملت طريقه شرعيه وما نفعتش. بالظبط. احنا بنعلمه ازاي تتعامل مع السفاره. مفيش حد عنده فكر ان هو ازاي يتعامل، ازاي يقدم طلب ويتوافق عليه باسلوبه اللي هو يخش بيه للسفر.